تطورات مهمة للحرب المنسية في تعز. على مدى أكثر من عام ونصف أخذت الحرب العدوانية لميليشيا المخلوع صالح والحوثي على هذه المحافظة شكل الاستنزاف طويل الأمد الذي حولها إلى حرب منسية، حتى بالنسبة للأمم المتحدة ومواقفها المتسمة بالشحة والبخل والنفاق السياسي حيال هذه المحافظة. لا تزال مقاومة تعز تحتفظ بالقدرة على صنع المفاجأة وعلى انتزاع النصر من بناثر اليأس والخذلان، وها هي الحرية تتمدد مجدداً على جغرافية المحافظة وتدحر معها فلول الميليشيا بعيداً عن المدينة وريثها. أحدث إنجازات المقاومة خلال الساعات الأخيرة تمثل في تحرير مناطق منفذ غراب وشارع الخمسين ومحيط السجن المركزي والحدائق وأجزاء من جبل هان والمقهاية في الضباب، وهي المناطق التي كانت ميليشيا المخلوع صالح والحوثي تطبق من خلالها الحصار على مدينة تعز. وحققت المقاومة والجيش الوطني تقدماً كبيراً في مديرية الصلو وفي عزلة الأحكوم التابعة لمديرية حيفان، حيث حاولت الميليشيا في الأحكوم قطع الطريق الواصل بين تعز وعدن من جهة التربة وهيجة العبد. طيران التحالف من جهته كثف خلال الساعات الماضية من تدخلاته ووجه ضربات مؤثرة للميليشيا في معظم جبهات تعز. ثلاث موجات كاسحة تدفق عبرها النصر الذي حققته مقاومة تعز لتثبت جدارة هذه المحافظة في أن تكون البوابة التي سيمر من خلالها جيش الجمهورية المظفر مستعيداً ما اختطفته الميليشيا من حلم اليمنيين في التغيير على قاعدة تجديد العهد بالجمهورية والدولة الديمقراطية الحديثة.